تعلن عن تسجيل 54 إصابة جديدة وخمس وفيات بفيروس كورونا. والحكومة تلزم العائدين من الخارج بالتوقيع على إقرار بالبقاء في حجر صحي على نفقاتهم الخاصة. ورئيس الوزراء السوداني يعلن عن نيته زيارة القاهرة وأديس أبابا بغرض الوساطة في أزمة سد النهضة. تابعونا. أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى خمس وفيات، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات ل 710 حالات بالإضافة إلى 46 حالة وفاة. على جانب آخر، انتشرت دعوات بمواقع التواصل الاجتماعي لبدء تصنيع أو التصنيع المحلي لأجهزة التنفس الصناعي بعد نشر شركة تصميمات دولية الجهاز الخاص بها وتخليها عن حقوق الملكية الفكرية، وكان هناك أكثر من مبادرة تدعو إلى سرعة البدء في تصنيع هذه الأجهزة ليتم الاستعانة بها وقت الحاجة. دعونا نرحب عبر خدمة سكايب بالدكتور مصطفى جاويش وكيل وزارة الصحة المصرية سابقا، وأيضا سيكون معنا عبر خدمة سكايب من لندن الأستاذة غادة المنوفي رائدة أعمال. خلينا أبدأ معاك دكتور مصطفى بتعليقك على تصاعد الأرقام، يعني ما الذي تقرأه من أرقام الإصابات والوفيات بفيروس كورونا اليوم تحديدا والأسبوع الأخير بصفة عامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك أستاذ تامر وأستاذ المشاهدين. والحقيقة أنه واضح من أرقام اللي بتتقال كل يوم أن عندنا متوالية متسارعة تصاعديا في الأرقام. كل يوم ده المعدل بقى 45 50 كل يوم، ده معدل يعتبر كبير بالنسبة للبدايات، وبكده العدد بدأ يتصاعد. هذا مؤشر له خطورته، في حين يعني الدليل النهارده مجلس الوزراء بيقول للناس يا اخوانا ما عندنا معدل الوفيات اصبح مرتفع جدا بالنسبه لعدد الاصابات، ولازم تلتزموا البيوت وتلتزموا بالحذر وتسمعوا كلام. الحقيقه بالنسبه حاليا هيكون معدل الوفيات لو خدنا الوفيات بالنسبه للمصابين هيطلع النسبه 8%، لكن هو الحقيقه النسبه دي عالميا غير معترف بها بدقه، لان المعدل الاصابات معدل متغير، فقالوا لازم ناخذ معدل ثابت، والصح ناخد عدد الوفيات بالنسبه لعدد الاجمالي الشفاء والوفيات. هنا كان نسبه 3%، واضح فعلا ان بدا تحذير من مجلس الوزراء للناس، خلوا بالكم الوضع بدا يتدهور. ده كلام من الاحصاءات الدول. طيب خلينا نروح لتجربه شخصيه للاستاذه غاده المنوفي، وهي رائده اعمال وزوجها وابنها موجودين حاليا في الحجر الصحي. خلينا نسمع هذه التجربه. استاذه غاده برحب بيكي وان شاء الله يقوموا بالسلامة. احكي لنا التجربة، ليه هم موجودين في الحجر الصحي؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ مساء الخير. هو الحقيقة احنا يعني جالنا الكورونا واحنا ما we're not tested، يعني احنا ما حدش كشف علينا عشان يأكد ان احنا جالنا الفيروس. احنا جالنا الاعراض، ابتدت الاول بجوزي وبعدين انا بعديه تاني يوم جالي نفس الشكل بس بحاجه مختلفه، ان هو جاله الاول حراره، انا جات لي تاني يوم بس بكحه وبحاجه كده جت في صدري تقريبا تحس بتعف في صدرك، وبعدين تالت يوم كان ابني برضو جاله حراره. فالاعراض كانت مايلد او خفيفه. او سنه قد ايه ابن حضرتك؟ مشابهه. نعم، سن ابن حضرتك قد ايه؟ 12 سنه. اتفضل. فانا كلمت دكتور اعرفه هنا بيشتغل في الامبريال كوليدج وقلت له احنا الاعراض بتاعتنا مختلفه بس تعبانين، يعني قال لي هو موست لايكلي او تقريبا هي فيروس كورونا بس بس خفيفه. فالتزمي بالتعليمات، ما تخرجيش، ما تعمليش اي حاجه مجهود ما تعملهوش، وده فعلا اللي احنا عاملينه. لكن احنا مش متاكد، يعني ما فيش تيست اتعمل عشان نتاكد ان هو ولا لا، بس ان الاعراض من الكلام اللي اتكلمته فهو تقريبا هو الفيروس كورونا. طب هو الطبيعي سواء بيحصل في بريطانيا او بيحصل في مصر، لما بيكون في اعراض شبيهه بيكون في رقم مخصص بتتصلي بيه بتقول انا الاعراض بتاعتي كذا وكذا او الوضع كذا وكذا، كان ايه الرد؟ هل حضرتك عملت ده فعلا؟
لا، لان هنا في انجلترا الضغط على الـ NHS عالي جدا، وهم قالوا لو حاجه مش مستاهله ان الواحد يكلمهم ما تكلمهمش. يعني الناس اللي بتكلم الـ NHS او بتروح للـ NHS دولت اللي عندهم مضاعفات قويه جدا، لكن الناس بس اللي عندها الاعراض ما بتروحش وما بتخرجش بره البيت. That's why هنا الكلام كان واضح جدا، اي حد عنده اعراض لازم يقعد في البيت 7 ايام، والناس اللي معاه يقعدوا 14 يوم. لكن لو اي حاجه حصلت في الفتره ديت مضاعفات معينه، ساعتها بتكلم الـ NHS او بتكلم الرقم اللي هما كان مخصص ليه، لان هنا عندهم ضغط قوي جدا ومش ملاحقين. وهم حتى الستيتمنت او اللي بيقولوه سيف الـ NHS، لان سيف لايفز، علشان السيستم ما يقعش، لان هو فيه طبعا حالات أحسن، يعني أقول لها أولوية أكتر مننا. طيب، يعني ليه جزمته انه الموجود ده كورونا؟ طبعا حضرتك بتقول انك تواصلتوا مع دكتور وغيره، لكن هل نزلتوا الشوارع؟ هل حصل احتكاك مع حد؟ هل زوج حضرتك بيخرج بانتظام مثلا بيقابل ناس؟ يعني نمط حياتكم عامل ازاي علشان قد يكون المرض اتنقل لكم من خلاله؟ هو احنا لا، ما خرجناش، احنا كان خروجاتنا الوحيده ان احنا نروح السوبر ماركت ونيجي، فهي دي بس. لان احنا طبعا من ساعه ما عملوا اللوك داون او ان هو كلنا نقعد في البيت، فما حدش بيخرج بس غير الضروره. فاحنا بس يوم، انا فاكره اليوم دوت، احنا الاثنين رحنا نجيب حاجات من السوبر ماركت، وبعدها حسينا بحاجه. يعني هو حس الاول وبعدين انا حسيت بعد كده. فهو لكن من الخروج السوبر ماركت، لان انت مش عارف مين مسك ايه قبليك، مش عارف ايه اللي حصل. يعني كان ده اللي بيحصل، ان الواحد يكون موجود في مكان مش عارف ايه اللي موجود في المكان ده. فعشان كده فعلا الناس انها تبقى ملتزمة البيت ده مهم قوي، انها تلتزم بالتعليمات ده مهم قوي، انها تبقى حريصة جدا انها تبقى تغسل ايديها والجل والكلام ده مهم جدا، لان ده فعلا بيتنقل من تبقى مش عارف جالك منين. طب الدكتور اللي تواصلتوا معاه هل وصف لكم أدوية معينة تستخدموها، إرشادات صحية معينة تتبعوها؟ الارشادات، اول حاجه ان انا اخد حاجات سخنه كتير، مش يعني اي حاجه سخنه. فانا شخصيا باخد جينجر وليمون كتير قوي، بشربهم كتير قوي. الحاجه التانية باراسيتامول اللي هو خافض الحراره، وباخد دواء للكحه. يعني انا خدت دواء كحه علشان الاول، وده الحاجات اللي انا واخداها. بس الاكل عادي، ما فيش، بشرب شوربه الحاجات اللي هي سخنه، لكن ما فيش حاجه محدده او معينه قال لي عليها. وقال لي طبعا ابقى مرتاحه، يعني ما فيش خروج خالص نهائي. وده فعلا بلغتوا يعني انا مثلا الشغل اللي بتشتغلوا فيه حضرتك او زوج حضرتك علشان كان ايه يعني تبلغوهم انكم في اشتباه بكورونا او غيره؟ طبعا، طبعا. يعني هو احنا اللي هو اصلا احنا كلنا بنشتغل من البيت دلوقتي، فهو بس الزياده ان احنا ما بنبقاش نشتغل، لان هو عشان يرتاح وكده. لكن طبعا، لان معظم الشغل بقى دلوقتي من البيت. شكرا جزيلا استاذ غدا المنوفي، رائده الاعمال، وتمنياتنا لحضرتك والاسره بالشفاء العاجل. شكرا جزيلا على المشاركه. دكتور مصطفى ارجع لك مره تانية. وامبارح كان في تقرير من منظمه الصحه العالميه او من مسؤول في شرق المتوسط بيقول انه بيتوقع يكون في ايقاع تصاعدي، وان يكون في زياده في عدد الاصابات في مصر الفتره اللي جايه، وانه بينصح مصر بتوفير اماكن اكتر للرعايه الصحيه. هل في مؤشر لهذا التحذير؟ لانه كل بيانات المنظمه السابقه كانت بتشيد بالوضع في مصر، بتقول انه موجود تحت السيطره. ايه اللي اتغير او ايه اللي حصل يخلي هذا التحذير ياتي الان؟ هو الحقيقه ان بالامس في مؤتمر الصحه العالميه كان الكلام يشمل عده نقاط وحاجات كتير، لكن مع الاسف الاعلام المصري ركز على جزئيه واحده واهمل باقي الجزئيات، وده كان في صالح في غير صالح الشعب بالتالي. يعني هو بدا كراجل تابع الصحه العالميه ودي تابع الامم المتحده، بدا بالكلام الدبلوماسي، طبعا شكر الدوله ودي حاجه وارده، وقال لهم ان انتم يعني بدات ملاتي تعملوا سلاسل لمنع العدوى ماشيه، وما فيش عندكم زيادات فجائيه، وبتسمعوا كلام المنظمه الدوليه، وان مصر حاليا وقفت على ادويه التجارب السريريه للادويه الجديده، 4 ادويه على المواطنين المصريين، وبيشكر مصر على الامور دي. هذا الكلام اللي الاعلام ابرزه، لكن الحقيقه الراجل بقيت كلامه بيقول انه بيلوم مصر على امر غريب جدا،
ان هي الوقت بتحلل فقط المخالطين والمتقدمين من الخارج الى اماكن موبوءه. في حين الصحه العالميه اصدرت تعليمات يوم 25 مارس الحالي يعني من اسبوع، بتقول لازم نزود دائره الفحص لثلاث فئات، افحص المخالطين والقادمين من الخارج وايضا من عندهم حالات مرضيه يشتبه كورونا. فبالتالي كان لوم الصحه العالميه ان هي ليه مصر ما بتاخدش بالمعايير الجديده، لان لو خدت بيها ممكن جدا يزيد عدد المصابين الواقعي حسب ما متوقع. الحاجه الثانيه اللي طب هو لا، وجهها قبل ما نسيب الحته دي يا دكتور، لانه اكيد كانت معانا استاذه غاده من شويه وكانت بتتكلم عن انه لما حسب الاعراض التوصيه بتاعت الان اتش اس او المنظومه الصحيه في بريطانيا، خليك في البيت حتى لو عندك اشتباه، ما تجيش ما تحللش. طب ما ده بيحصل تقريبا في دول كتير في العالم، انه ما بيحللش لكل المخالطين، ما بيحللش لكل المشتبه فيهم. الحقيقه ان بريطانيا كان لها وضع غريب شويه بالنسبه للعالم كله، ان بوريس جونسون رئيس الوزراء اعلن في البدايه خالص انه مش هياخد اي اجراءات، مطارات كلها مفتوحه، الدنيا كلها مفتوحه، كان رافض قفل المدارس، غلق المدارس، بيقول احنا هنسيب الناس كلها تعيا عشان نعمل حاجه بيسموها مناعه القطيع، احنا عايزين 70% من المجتمع يمرض وبعدين ياخد مناعه، لما يموت مليون مش هيجرى حاجه، وقعد يبعت رسائل تعزيه للاسر، هيموت من كل اسره واحد، الكلام ده في بدايه من حوالي شهر، واحنا هنمشي كده. الحقيقه بدا هنا المجتمع المدني يعارضه، بدا العلماء يعارضوه، بدا يغير سياسته، يمكن من اسبوعين 10 ايام فقط بدا ياخد الامور احترازيه. فبالتالي بريطانيا ماشيه بسكه، ماشيه السكه اللي بتتبع الكلام العلمي الصحي كما يجب مع الاسف، يمكن ودي يمكن ده السبب اللي خلى ايطاليا كده واسبانيا كلهم كانوا ماشيين بدماغهم مش تبع المعايير الدوليه. ده من ناحيه، لكن هو الصح فعلا، وده المفروض، ان وده اللي حصل في امريكا مؤخرا، كان امريكا حاليا عندهم عدد زاد قوي، ليه؟ بدا يحلل لكل الناس المشتبه فيه، والصح ان هو كل ما يزود القاعده اللي هي عنده اصابات بدا يحط المجتمع تحت الرقابه الصحيه الشامله، بدا ما يسيب الناس كده. يا فندم عندنا هذا خطير جدا في مصر، مؤشر لهذا الامر، اول امس وزيره الصحه بتقول احنا عندنا في اليوم ده 6 وفيات، وقالت ان كلهم وصلوا المستشفى توفوا في الطريق قبل ما يوصلوا. ليه توفوا؟ لان كان في تشخيص متاخر، لما يتم التشخيص المبكر او كان الاسعاف غير مجهز. لكن لو قلنا التشخيص الغير مبكر يبقى بالتالي ترك الناس كده بالذات مجتمع زي مصر في منتهى الخطوره، وده اللي خلى الصحه العالميه تقول لمصر خدوا بالكلام الجديد، ومتوقع لو خدتوا بالكلام الجديد تظهر عندكم حالات كتيره، يبقى لازم تجهزوا البلد، تجهزوا كويس، تستعدوا للانتشار ممكن يحصل، لان لحظه ان مصر عندها مستشفيات قليله، امكانيات قليله، العنايه المركزه قليله، اجهزه التنفس الصناعي قليله، ده كلام الصحه العالميه. طلع بعدها مباشره ان في توجيهات رئاسيه باستيراد 200 جهاز من المانيا بتمويل من تحيا مصر، وطلع جامعه عين شمس هتبدا تصنع جهاز مصري، ويبداوا يجيبوا اجهزه تغطي الاحتياجات، ده بناء على تخصصات الصحه العالميه، وده كان يعتبر زي تحذير لمصر ان في نوع من التراخي الصحي بس المجتمع. بس احنا شفنا امبارح مثلا يا دكتور قريه الهياتم وهي تابعه لمركز المحله، كان ظهر فيها 8 حالات، فتم عزلها ونزلت مكبرات الصوت وعربيات الاسعاف وعزلوا الناس في المنازل. حصل اول امبارح برضه في قريه اسمها ميت الموز في المنوفيه التابعه لجبين الكوم، كان في 10 قرى قبل كده. فبعيدا عن التحليل، بيتم اتخاذ بعض الاجراءات على الارض، لاي مدى هذه الاجراءات ممكن تكون فعاله افضل من ان انا انهك المنظومه الصحيه بتاعتي؟ طبعا دي وجهه نظر، يعني بتقول انه خلاص كل واحد يفضل في بيته، نقلل الاختلاط، نعزل بعض القرى، لانه صعب نحلل القريه كامله مثلا. تمام، هو ده الكلام الصح فعلا، المفروض يكون العزل اكثر من مكان. يعني هو لما طلع قرار المحدث الصحي للصحه في مصر من اول امس، قال ان عندنا في 10 محافظات في اماكن تم عزلها عزل كامل، هذه الاماكن لم يتم اعلان اسمها. يعني هو فكره الهيئات جديده جدا من السوشيال ميديا وكلام الناس، لكن الكلام الرسمي الحكومي ما حددش اماكن في منتهى الخطوره، كان لازم يقول انا هعمل قرى كذا وكذا بالتفصيل لكل الناس عشان حتى الناس ما تروحش الاماكن دي، يبقى العزل كامل لحد يروح لهم ولا هم يجوا لحد. لكن مع الاسف كان نوع من التعتيم على هذا المكان، على تلك الاجراء، هو اجراء لازم منه ضروري مع الاعلان والشفافيه عشان الناس تلزم بيوتها. فكره الزام لزوم البيوت البيت ايه؟ ان هو الفيروس اصلا دورته اسبوعين عشان ينقل العدوى، فقالوا الناس الكلام لو انتوا قعدتوا في البيت اسبوعين كده هنقطع سلسله انتقال العدوى للفيروس، كده ممكن نضع الفيروس، وده الكلام. والحاجه الثانيه ان احنا بكده هنعمل تسطيح للمنحنى. يعني ايه تسطيح المنحنى؟ بدل ما يطلع للذروه مره واحده
وابتدى ينهك القدرات الصحيه، لا هنخليه يزيد بس يزيد بالراحه، بحيث يبقى عندنا في تناسب بين الزياده وبين الامكانيات الصحيه المتاحه. عشان الوضع حل في ايطاليا وضع مرعب، لان الامتحان طلع بسرعه ما يدونش يلحقوه. هو ده دلوقتي الكلام العالم اللي قاله كله بالظبط المتحدث باسم الصحة امبارح، قال ان مصر حتى الآن ماشية بتصليح للمنحنى، الموضوع ثابت، بنتكلم ما بين ثلاثينات اربعينات، قليلا ما يرتفع العدد للخمسين، يعني تقريبا المعدل تقريبا ثابت. بعض الناس برضو قلقانه من انه ممكن يكون سببه ان انا مش بعمل اختبارات كتير، فبالتالي العدد بيكون قريب من بعضه في كل مرة. ايوه طبيعي. ده طبعا ده احتمال وارد جدا، وده كان كلام الصحه العالميه بالامس، انها بتنصح الحكومه المصريه ان هي يعني هو في نوع من اللوم اللي ما بتاخدش بالاجراء الجديد، زي تنصحها انها تعمل مستشفيات اكتر، تزود الكفاءات الموجود حاليا، تبدا تهتم، وده الاخطر في كلام الصحه العالميه، تهتم بالتطهير والتعقيم لجميع الاماكن الصحيه الخاصه والعامه والمنازل والبيوت والمحلات وجميع الاماكن العامه. الصحه العالميه التركيز على توفير مستلزمات التحكم في العدوى، والتركيز على التطهير المجتمعي لجميع الاماكن، بالطبع مع التوعيه الصحيه، ان هو لما كل انسان يعرف مطلوب منه ايه، البعد عن الزحام، صحيح غسيل ايدي، الكمامات، اداب العزم وما الى ذلك. يمكن ده الحقيقه الحاجات اللي هي في مصر بقت يعني متبعه حاليا، الفكره اللي هو عدم وجود تجمعات. احنا لاحظنا في بدايه الحظر لما كانت التجمعات في المترو بدات تتحسن حاليا، بدات وزيره الصحه لها طلعت قرار، كان قرار كويس الاسبوع الماضي، قالت ان هي في المستشفيات هتوقف العيادات الخارجيه، بحيث يبقى التركيز كله على خدمه المصابين بالكورونا. هذا ده اجراء مهم جدا، لكن لا لازم نجتمع التوازي، التوعيه للجمهور، بلاش تتوقع وهي المستشفيات. وزارة الصحة امبارح ربما خدت إجراء في ممكن نسميه تصعيد شوية، اللي هو بتعتبر كل حالة فيها أعراض الأنفلونزا هي حالة إصابة بكورونا إلى أن يثبت العكس. ده توجه جديد من وزارة الصحة، ربما يكون بدأ يعني التعامل التدريجي مع الموضوع. شكرا جزيلا، بشكرك، شكرا جزيلا، كنت معي عبر خدمة سكايب دكتور، شكرا جزيلا. نروح أيضا عبر الهاتف الأستاذ محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء. محمود برحب بيك. أستاذ محمود، أستاذ محمود فؤاد، طيب واضح إنه انقطع الاتصال معاه لحد ما يرجع لنا. إحنا كنا محتاجين أستاذ محمود فؤاد لأنه في جزء كبير ومهم متعلق بتصنيع أجهزة التنفس الصناعي. أحد الشركات العالمية اللي بتصنع هذا الجهاز رفعت حقوق الملكية الفكرية عنه، وبالتالي بقى من حق وطلبت حتى هي بنفسها من الدول أن تبدأ هي تصنيع هذه الأجهزة بدون أي اشتراطات، بدون أي يعني حقوق للملكية الفكرية. خلينا نروح للدكتورة أمال صبري، طبيبة الأطفال واستشاري التغذية العلاجية. برحب بك يا دكتور. دكتورة أمال، الو، ايوه دكتوره امال، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا اهلا بيك. بيك. يعني في قلق شويه على الاطفال الحقيقه في الفتره اللي فاتت، لانه ما فيش معدلات اصابه كتير، لكن مع الوقت بدا يكون في اصابات لاطفال اقل من 10 سنوات، يعني اكثر بقليل من 10 سنوات. ازاي ممكن نقدر نحمي الاطفال في هذه الفتره ان هم يكونوا مصدر ناقل حتى للمرض، حتى لو مش هم هيتاثروا بيه بشكل مباشر؟ طبعا الاطفال وكبار السن والحوامل بيبقوا دولت الفئات اللي هي بتبقى اكثر عرضه للاصابه والخطوره، لان مناعتهم بتبقى اضعف، وبالتالي يعني مهم طبعا الاجراءات دلوقتي اللي هي الدوله عملتها، اللي هو طبعا وقف المدارس والحضانات والتجمعات، دي حاجه مهمه جدا، وتجنب الخروج والاختلاط مع اي حد، وطبعا المحافظة على النظافة الشخصية، الحاجات اللي هي طبعا كلها المعروفة حاليا. لكن أنا هتكلم في نقطة مهمة جدا، تفضل. اللي هي ازاي بقى نقوي المناعة ضد الفيروس ده، اللي هو طبعا التغذية المتوازنة مهم جدا جدا، ان احنا نهتم بالخضار والفواكه وبالحاجات اللي هي مليانة فيتامين ألف وفيتامين سي والزنك. الزنك من الحاجات المهمة جدا، لانه بيلعب دور مهم قوي في رفع المناعه بتاعتنا، وحتى العلاج اللي هو ضد الملاريا الكلوروكوين، من الميكانيزم بتاعه ان هو بيخلي الزنك يدخل جوه الخليه،
وبالتالي بيمنع ان الفيروس ده يتكاثر او يحصل منه استنساخ. مم. فالزنك مهم جدا، وده متوفر طبعا في البقول، متوفر في اللحمة الحمراء، متوفر في البذور زي بذور مثلا السمسم، بذور قرع العسل، البيض، منتجات الألبان كاملة الدسم. مهم بقى الخضار والفاكهة جدا عشان فيتامين ألف وفيتامين سي. يعني نبعد الفترة دي عن الحلويات، عن الحاجات اللي هي مليانة مواد محفوظة، ألوان صناعية، سكريات، كل ده بيضعف المناعة بتاعتنا. فالفيروس لو احنا مناعتنا قوية، لأن في 80% من اللي أصيبوا بالفيروس ما ظهر لهمش أعراض أو تم شفائهم، وبالتالي يعني نسبة الشفاء منه عالية للي مناعته كويس. فمهم جدا جدا الفيتامين سي اللي هو موجود طبعا في الفواكه الحمضية، البرتقال متوفر، الجوافة، البروكلي موجود، في كمان الفلفل الألوان، الفلفل الأخضر موجود، كمان الفيتامين ألف في الكبدة، في الجزر برضو، في البروكلي، كل دي حاجات في تقوي الأسماك. المناعة. كل ده يقوي المناعة طبعا. فنبعد الفترة دي بقى أطفالنا من الحاجات اللي هم الغير صحية، ودايما أنا بنادي بيها في كل حلقاتي وفي كل مقالاتي، يا جماعة اللي هو الحاجات اللي من هي السوبر ماركت اللي هي كلها مواد حافظة وألوان صناعية، دي اللي دمرت مناعة. فنبعد عنها تماما ونهتم بغذاء متوازن، شرب المية، شرب السوائل. مع ان طبعا في الكلام الجديد دلوقتي في الكورونا ان مش شرب المية هو او السوائل كل شوية، احنا مهم ان احنا حلقنا ما يبقاش جاف، فلازم نهتم بس احنا شفنا بالمشروبات كلام الكمان عن موضوع التوليدي. شرب الشاي السخن بيحمي، او المشروبات الساخنة بتزق الفيروس، كلام من هذا النوع، هل ده ليه اي اساس علمي؟ الاساس العلمي ان طبعا المشروبات السخنه طبعا ان انا اخلي على طول في ترطيب للحلق بتاعي، فبالتالي الفيروس بدل ما يدخل جهاز تنفسي، لو انا دخل المعده فالعصاره الحمضيه في المعده يعني هتتعامل معاه ومش هتخليه يوصل جهاز تنفسي. يعني يتساوى في ده اي الملحوظ مشروب، مش قصه بالحاجات، بقى شاي او قهوه او غيره، يعني اي هو مشروب الشاي سخن. فيه مضادات اكسده، الشاي فيه مضادات اكسده، بس الافضل كمان منه اليانسون، لان اليانسون بيقوي مناعه الجهاز التنفسي. وكمان كان ليه تجربه في اللي هو انفلونزا الخنازير، كانوا دايما وزاره الصحه في السعوديه كانت بتقول ان لازم ان اليانسون، نتناول اليانسون عشان فعلا بيحارب الفيروس. طب فالمشروبات الدافيه الصحيه، الزنجبيل برضو من الحاجات الجميله جدا، اليانسون، الشربات الدافيه، يعني نرجع كده للاكل الصحي بتاعنا بتاع زمان، فده هيرفع مناعتنا كلنا. طب ده ياخدنا لسؤال ونحافظ اخير طبعا مهم يا بالضبط. دكتوره، لان حضرتك قلت اتفضل. كلام مهم جدا يتعلق ببعض المأكولات او بعض يعني العادات الغذائيه اللي بتقوي المناعه وعكسها بعض الحاجات اللي بتضعف المناعه، هل ده بيحصل على المدى وضروري الطويل؟ التجنب يا يعني فندم لو انا على مدار سنوات، هوصل لحضرتك سؤال، لو انا على مدار سنوات بتبع عادات سيئه خلت مناعتي ضعيفه، خلال قد ايه اقدر اتدارك ده والمناعه تقوى؟ يعني نبدأ من دلوقتي نقطة من أول السطر. يعني هو طبعا حضرتك مناعتنا بتتكون واحنا لسه أجنة في بطون أمهاتنا، يعني مناعة الطفل واللي بيحدد مصيره فيما بعد ومصير الشخص ده هيبقى عنده أمراض إيه في المستقبل من تغذية الأم وهي حامل وهي قبل الحمل كمان. فمهم جدا نهتم بالتغذية من الصغر وأثناء فترة الحمل والإنجاب وفي كل مراحل حياتنا، مهمة جدا. وفي الكبر يعني التغذية الصحيحة هي اللي عامل ده جيش المناعي بتاع الجسم. برضو بنبه على نقطة مهمة جدا من التركات بس اللي أحب أقولها، إن الأكل من بره بقى دلوقتي نتجنبه، لأن من الأعراض برضو بتاعة الكورونا اللي مش ملتفتين ليها، إن ممكن بيجي بإسهال، نزلات معوية ومع حرارة، فبينزل في البراز، وبالتالي في ممكن بعض العمالة اللي مفيش نظافة الأيدي وغسيل الأيدي، ما نضمنش أي حاجة، فممكن برضو يتنقل لنا عن طريق الفم، عن طريق أكل ملوث. تمام. هي برضو ما النقطة برضو مهمة يا فندم أحب أقولها برضو، اللي هو تفضل. بالنسبة للإيبوبروفين والكلام ده اتقال كتير، استخدام الإيبوبروفين في الفيروس، احنا يعني في الفيروسات في كلام كتير ودراسات كتير، بعضها ضعيف وبعضها لسه غير مؤكد، ولكن من الأحوط إن احنا نستخدم الباراسيتامول. الأسبرين ممنوع تماما، لأنه في الفيروسات بشكل عام مش بس في الكورونا، في الأطفال، والأطفال دول يعني لغاية 18 سنة،
والله هو الافضل وده تماما انه الانتكاس انه بتاع ده يترك السندروم. للطبيب المعالج هو اللي يحدد لك تاخد ايه. ما بالظبط يعني بالظبط بلاش يعني تجويد في الموضوع ده بالذات. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره امال بالظبط يا صبري فندم، بالظبط. الطبيبه شكرا يا فندم. واستشاري التغذيه العلاجيه. شكرا جزيلا استاذ محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء. اهلا بيك. اهلا بيك. يعني طبعا احنا اتكلمنا عن الشركه اللي رفعت حقوق الملكيه الفكريه عن الاجهزه، اجهزه الاكسجين او التنفس الصناعي. الى اي مدى مصر قادره ان هي تصنع؟ ماشي احنا خلاص ما عادش عندنا ملكيه فكريه، لكن صناعه الجهاز ده الى اي مدى قادرين احنا في مصر ان احنا نعملها في وقت قليل؟ تمام. شوفوا يا استاذ سامر، احنا العالم تقريبا بيعيش في خصوصيه معينه نظرا للكوفيد 19، فبالتالي كل الادويه او كل المستلزمات الطبيه او كل الاجهزه بيتم سحبها من اسواق العالم كله. وكفايه ان احنا نعرف ان رئيس اكبر دوله بيطلب من مصانع السيارات انها تصنع اجهزه تنفس صناعي. تقريبا الصينيين عندهم خطوط انتاج شغاله 24 ساعه، بالتالي بقى في مشكله امام العالم الثالث كله، مش لدوله محدده، ان هي تلاحق على الكلام ده كله، خاصه مع ارتفاع اسعار الاجهزه دي. ده في وجود حاجه مهمه جدا، ما كانش فيه في العالم الثالث خطط من ضمنها مصر، خطط طويله الاجل للسياسات الصحيه بناء على عدد السكان، خريطه الامراض. الكلام ده كله دلوقتي ممكن يشكل صعوبه بالنسبه لاي حكومه، مش بالضروره الحكومه المصريه. عشان كده كانت المنظمات الدوليه نشجت بعض الشركات الكبيره جدا انها تتحلى بمسؤوليه مجتمعيه اخلاقيه، انها تسقط حقوق البراءه عن بعض المنتجات بتاعتها. فعلا الشركه الامريكيه الاهم في العالم اسقطت براءه الاختراع وتغاضت عن حقوق الملكيه الفكريه، وقالت لكل الدول لو سمحتوا ادي التصميمات بتاعتنا اتفضلوا شمموا. تمام. الخبر اتنقل مصر النهارده، فعلا كان في خطوات جدا من كليات الهندسه. عايز اقول لك عين شمس مثلا، جامعه طنطا، بداوا يشتغلوا على التصميمات دي. خليني برضو ما ابقاش متفائل قوي، لان الحكايه محتاجه تكنولوجيا عاليه جدا جدا جدا. هل التكنولوجيا دي موجوده؟ هل الوقت هيسعفنا؟ طبعا ده بعيد عن تدخل الدوله. افتكر لو الدوله المصريه تدخلت الامور هتبقى قريبه جدا جدا، لان طبعا نتمنى ان المشكله. احنا شفنا الدكتور مدحت نافع رئيس او مدير الشركه القابضه للصناعات المعدنيه بيضع امكانيات كل مبادره كل الشركات عنده اللي تابعه للشركه القابضه. عنده مبادره، بس احنا لما سمعنا الناس في جامعه طنطا او جامعه عين شمس او بعض الجامعات الاخرى، اكتشفنا ان لازم يكون في حد بيمول الكلام ده كله. فما زالت الحكايه فكره. نتمنى طبعا الايام اللي جايه ان احنا نقدر نحل المعضله ديت. احنا حاليا في مصر مش يعني ما عندناش ظروف مستعجله قوي نقول من بكره عايزين اجهزه، ولكن ده نتيجة الاحتمالات اللي موجودة، ان احنا لازم نكون مأمنين نفسنا بنسبة 100%. هل في تصور احنا عندنا كام جهاز في مصر يا دكتور؟ شوف، ما في، انت عارف في مصر ما فيش رقم ثابت معين. ممكن ما دي المشكلة. ما بناء على ايه بقى هنقول احنا مش مستعجلين او مستعجلين؟ ما هو لازم نكون عارفين احنا عندنا كام معدل، كام يعني للكام مصري. هي دي اللي نقدر نقول بعدها مستعجلين او لا. يعني الحاله مثلا بمستشفيات العزل مطمئنه لحد كبير، لكن بعد مستشفيات العزل في ايه بالظبط؟ انا مش عارف بالظبط. وخلينا نتكلم الدكتور احمد فقيد الطب اللي توفى في مستشفى العزل ابو خليفه، كان قبل ما يتوفى بساعات قليله كان بيدور على جهاز تنفس صناعي. دكتور احمد اللواح. في نفس الوقت بالظبط، في نفس الوقت احنا عندنا اجهزه كتير في مستشفيات اخرى. يبدو ان المشكله في مصر مرتبطه بسوء التوزيع نفسه. تمام. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء. شكرا جزيلا. قررت وزارة الصحة إلزام المصريين العالقين بالدول المختلفة بكتابة إقرار قبل ركوب الطائرة بدخول الحجر الصحي بأحد الفنادق فور الوصول إلى البلاد على نفقاتهم الخاصة. ونقلت صحف عن مصدر بوزارة الطيران أنه سيتم تطبيق القرار ابتداء من اليوم على المصريين العائدين من باريس ولندن. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن ما فعله المصريون العائدون من الكويت حيث رفضوا الخضوع للحجر الصحي هو تصرف غير مسؤول وينم عن أنانية مفرطة، وأنه تم بعدها صدور قرار إلزام العائدين بالتوقيع على الإقرار الذي يلزمهم بالحجر في فنادق بأسعار مخفضة يتحمل العائدون نفقاتها. نشاهد جانب من الأحداث التي وقعت
أثناء عودة عدد من المصريين من الكويت ثم نعود. طبعا في جدل حوالين الفيديو ده، ناس بتقول ان هم كانوا رافضين مبدا الحجر نفسه، وناس بيتكلموا في انه هم رافضين يدفعوا الفلوس، لانه المتحدث باسم مجلس الوزراء بيقول انه اسعار مخفضه، الاسعار المتاحه اللي بيتم الحديث عنها بين 1000 و 1800 جنيه تقريبا، فمع 14 يوم للشخص الواحد بنتكلم ما بين 15 ل 20 25000 جنيه، ده اكيد مش اسعار مخفضه. خلينا نروح لتورونتو للاستاذ محمد ناصر الصحفي المتخصص في شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا. برحب بك يا فندم معايا في توقيت مصر. يعني خلينا نبدأ السؤال، إذا كان ده حصل في دولة تانية بحكم متابعتك ولا لا، فكرة إنه اللي يرجعوا من الخارج يروحوا فندق لكن على نفقتهم الخاصة ويوقعوا إقرار بده؟ يعني في البداية تامر، هذا الخبر غير مطروح بالمرة في الأوساط الخارجية بخصوصا كندا. يعني كنت أتحدث قبل قليل مع زملاء من الصحفيين الكنديين بشأن هذا القرار، لاقى استغرابا واسعا أن الحكومة المصرية عندما تستقبل المواطنين العائدين والعالقين من الخارج تفرض عليهم إجبارا أن يتكفلوا بهذه المصاريف. هنا في كندا هذه المواضيع لن تناقش بالمرة، الذي يناقش هنا الدعم الذي ستقدمه الحكومة الكندية، هل سيكون لمدة 6 أشهر أم عام، هل هو سيكون 2000 دولار للأسرة أم 4، كم للطفل، هل سيكون 300 دولار أم أكثر. هذه الأمور التي تناقش غير مطروح بالمرة أمور مثل التي اتخذت في مصر. خصوصا تامر، العالقين في الخارج هذه الأيام في دول مختلفة هم من بينهم من فصل في عمله، منهم من ألغيت إقامة عمله في دول مختلفة، فهمه الآن أصبح همين، هم قطع رزقه في دول مختلفة بسبب هذه الأزمة العالمية الكبرى، والهم الآخر أن بلده الأم بدلا من أن تفتح له ذراعيها وتستقبله وأن تتكفل بمصاريفه الآن تفرض عليه إجبارا بتحمل نفقاته. ليس طيب، هل التحليل ده يتغير لو كان الشخص راجع بمحض إرادته؟ يعني هو مش عالق ولا حاجة، هو شغال في مكان ما وراجع لمصر، فوجهة نظر الحكومة ربما أنه أنت موجود في مكان ومؤمن، فخلينا إحنا نتحمل تكلفة المصريين الموجودين هنا. ده ممكن يكون وجهة نظر حتى تعليقات بعض الناس على الخبر. نعم تامر، أنا أرى أن الحكومة المصرية بهذا القرار أرادت أن تضرب عصفورين بحجر واحد، إما أن تقلل أعداد المصريين القادمين من الخارج والعالقين في الخارج للدخول إلى مصر، والحجر الآخر وهو أن تستفيد منهم ماديا بالعملة الصعبة. إذا كان من منهم لديه أموال سيكون بالتأكيد عملة صعبة فتستفيد منهم بالمرة، لكن هذه هتستفيد منهم إزاي؟ في النهاية فنادق خاصة موجودة في المطار أو فنادق، يعني في النهاية والأرقام بالجنيه المصري لا، مش بالدولار ولا حاجة، التكلفة بالتأكيد ستكون هذه مفيدة في الميزانية أو مفيدة في الدخل المصري، لكن في المجمل على الحكومة المصرية أن تتحمل نفقة هؤلاء القادمين من الخارج، لأن من منهم يحمل هذا الفيروس لن يضر نفسه فقط، سيضر الآخرين. ما هو ربما يكون الهدف أستاذ محمد هو اللي أنت قلته في الأول، إن إحنا عايزين نقلل عدد القادمين من الخارج بحيث يعني نسيطر عليه، لانه كتير من الناس بعد انتشار هذا القرار الناس كانوا حاجزين فعلا على طيارات، وشفنا ده في شهادات بعض الناس لغوا الحجز وخلاص هيكملوا في البلاد اللي هم موجودين فيها، فربما يكون الهدف الاقرب انه يقلل الاعداد القادمه من الخارج. اذا كان هذا هو الهدف فهو اصلا مصيبه، بعيدا عن مصيبه ان يفرض عليهم اجبارا في اموال في الحجر الصحي، لان اذا كان لديك بلد لديها مواطنين عالقين في دول مختلفة وأن تتركهم دون أن
تطلب منهم أو تستفسر عن أحوالهم وأن تعيدهم إلى وطنهم. يعني تامر، من سيرفض هذا القرار؟ هو ربما من ليس لديه أموال ليتكفل بنفسه في فترة الحجر الصحي. لذلك فهذا القرار بالأساس يضرب المواطن المصري البسيط الذي ربما فصل من عمله أو ربما ألغيت إقامته من الدول المختلفة وعائد إلى مصر وسيفجع في هذا القرار. والله هو القرار من غرابته إحنا لحد ما كنا طالعين هوا ما كناش عارفين هو حقيقي ولا لا، وبنحاول نتحقق من الموضوع لحد ما التصريح جه سواء من السفارة المصرية في واشنطن أو من بيان مجلس الوزراء، فهو أو من تصريحات مجلس الوزراء. أنا عن نفسي لم أصدق هذا القرار عندما رأيته مكتوبا، ولكن عندما سمعته من المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية هنا أيقنت أن هذا القرار صحيح. لكن هذا القرار مستغرب جملة وتفصيلا كما ذكرت لك في الأوساط الخارجية هنا، وأعتقد يعني أو نأمل أن يكون هناك إعادة صياغة لهذا القرار من الحكومة المصرية، لأن هذا القرار كما قلت في الأساس هو يضرب المواطن المصري صحيح. المطحون الموجود في الخارج. وأيضا الفائدة من هذا القرار هي ليست عائدة على هذا الشخص فقط، فرضا إذا كان هذا الشخص مصاب فهو مصاب، ماذا سيفعل أكثر من هذا؟ لكن المصيبة الكبرى أن ينقل عدواه وهذا الفيروس إلى الآخرين. إذن المصلحة هنا ليست تعم هو فقط ولكن ستعم آخرين. وإحنا كنا شايفين حتى يعني ممكن كان يكون في تخيير حتى، لأنه إحنا كنا شايفين تجهيز لأماكن كتير في مدارس وفي مستشفيات وغيره للعزل، كان ممكن يخير إما إنه يعزل في الأماكن الحكومية حتى لو إمكانيات أقل أو يقعد في فنادق على نفقته، يعني كان ممكن يكون لا أي صياغة. نتمنى إعادة النظر في هذا الموضوع. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد ناصر الصحفي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شكرا جزيلا كنت معنا من تورونتو. الآن نخرج إلى فاصل قصير، نعود بعد نستكمل باقي فقرات بتوقيت مصر، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن زيارة مرتقبة لكل من مصر وإثيوبيا لحثهما على استئناف المفاوضات حول سد النهضة. جاء ذلك خلال اتصال أجراه حمدوك بوزارة الخزانة أو بوزير الخزانة الأمريكي، أكد فيه أن الوضع ملح للغاية ويجب مواصلة التفاوض حوله بمجرد تغلب العالم على جائحة كورونا. كان من المنتظر أن توقع الدول الثلاث نهاية فبراير على اتفاق برعاية وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن، إلا أن إثيوبيا انسحبت في اللحظات الأخيرة بينما وقعت مصر بالأحرف الأولى. حول هذا التطور الجديد نرحب من اسطنبول بالدكتور خيري عمر أستاذ العلوم السياسية في جامعة سقارية، وأيضا سيكون معنا من الخرطوم خالد التجاني رئيس تحرير صحيفة إيلاف السودانية. رحب بك في البداية أستاذ خالد، يعني من وجهة نظرك كيف ترى هذا التطور الجديد؟ أستاذ خالد التجاني مش جاهز لحد دلوقتي، خلينا نروح لدكتور خيري عمر. دكتور خيري، من وجهة نظرك هذا التطور الجديد ودخول السودان أو عرض السودان أن تكون وسيط في العلاقة بين مصر وإثيوبيا التي توترت مؤخرا حول سد النهضة، إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا التطور جيد لصالح القضية أو الأزمة؟ إذا ما نظرنا للموقف السوداني يمكن اعتباره موقفا مهما في هذه المرحلة، خصوصا بعد انقطاع المفاوضات التي يعني توقفت بشكل غير معتاد في العلاقات بين دول الثلاث. لكن ما طرحه السيد حمدوك عبد الله حمدوك في هذا السياق، هناك نقطتان مهمتان يمكن الإشارة إليهما. النقطة الأولى أن السودان ليس وسيطا في هذه الأزمة في هذه العلاقة أو في إدارة الأزمة حول سد النهضة، ولكنه طرف أساسي وطرف على قدم المساواة مع مصر وإثيوبيا، وبالتالي تقديمه في أنه استعادة المفاوضات بين الطرفين لا في تقدير الدور هو يكون أكبر. إذا انتقل ده النقطة الثانية وهي أن يصل الأطراف الثلاثة لاتفاق واضح يحدد الالتزامات المتبادلة بين الأطراف الثلاثة. بالتالي أن الموقف السوداني إذا نظر لنفسه كوسيط بين طرفين، فبالتالي هذا
هذا يخرج عن السياق العام لأن هناك مصالح مشتركة بين الأطراف المختلفة، وهناك أيضا يعني قضايا عالقة. مصالح مشتركة ولا مصالح متناقضة؟ ما هو ده المشكلة، انه البعض بيرى مصلحته في الجانب مثلا الاثيوبي، وده بالتأكيد معارض او منافي للمصلحة المصرية، ففي هذه الحالة تكون المصلحة متناقضة وليست مشتركة. تمام، هو هناك مستويين للمصالح او نوعين، هناك المصالح المشتركة والاتفاقيات العامة لتقاسم المياه على مستوى العالم هي دائما تعمل على تطوير المصالح المشتركة، وما يدور بشأنه اختلاف أو خلاف بين الدول يتم التفاوض بشأنه وتسويته وفق اتفاقيات ملزمة لكل الأطراف. وبالتالي هنا المصالح المتناقضة يمكن أن كيف نضع تصور لحلها بشكل لا يعاد التفاوض حولها مرة أخرى أو في الأجل القصير على الأقل أو في الأجل المتوسط. يعني بمعنى إذا تطلعت السودان في وضعها الحالي إلى تكوين اتفاق أو بناء اتفاق جديد أو تطوير الاتفاق الإطاري بحيث يصمد لإدارة العلاقة على مدى 10 سنوات أو 20 عاما، هذا يكون هو العمل الجيد. لكن إذا اقتصر على أنه يتجاوب أحيانا أو يتراجع أحيانا في التوقيع وهكذا دون إطار واضح لإدارة المفاوضات، فبالتالي سوف نكون أمام مشكلة دائمة في إدارة العلاقة بين الدول الثلاث. طيب خلينا نروح أو نشرك معنا في الحوار الأستاذ خالد التجاني، رئيس تحرير صحيفة إلاف السودانية. أستاذ خالد، كان بادي أو واضح في الفترة الأخيرة أن السودان وكأنه حسم موقفه أن مصالحه أو أن مصالحه المباشرة هي مع إثيوبيا، فبالتالي هو في الطرف الإثيوبي ومصر وحيدة في الطرف الآخر. هل تصريحات حمدوك أو عرض أو هذا العرض للتوسط بين الدولتين يعيد السودان مرة أخرى إلى الطرف ربما المحايد، إلى الطرف الوسيط بين البلدين؟ في تقدير يعني هذا التوصيف غير صحيح، يعني الحديث عن انحياز السودان إلى أثيوبيا ليس صحيح. السودان مثله مثل مصر مثل أثيوبيا، كل دولة لديها مصالح، هذه المصالح توازن يعني بين المكاسب وربما الخسائر من قيام هذا السد. وبالتالي مشكلة السودان ربما أن كل من أثيوبيا أو مصر تحاول أن تجره جرا إلى طرفها، وبالتالي أصبح يقدم في أحسن الأحوال باعتباره وسيط، وهو ليس وسيط، هو طرف أساسي في هذه المعادلة. وبالتالي السودان مثل الدول الأخرى يبحث عن مصالحه، لذلك يعني محاولة تصوير السودان كهو طرف في هذا الصراع مع ضد طرف آخر أو هو مجرد وسيط في تقدير هذا، هو يعني ما جعل الطرف السوداني في كثير جدا من الأحيان يحاول أن يبحث عن تأكيد أنه باحث عن مصالحه. الموضوع الوساطة كما نعلم يعني هو أكبر دولة ممكن تقوم بوساطة هي الولايات المتحدة الأمريكية، لم تستطع أن تنجح في هذه الوساطة، وبالتالي المطلوب هو بالتأكيد يعني العودة إلى الاتفاق الإطاري الذي يعني كان متوازنا بدرجة كبيرة جدا، يعني وفر لأثيوبيا الإطار القانوني وكذلك الإطار السياسي الذي يسمح لها بالاستمرار في بناء السد، ولكن ضمن يعني التوافق قائم على يعني تحقيق منافع ومصالح مشتركة يعني اللي هي تكون فوز لكل الأطراف. طب ما الجديد ولكن الذي يمكن أن تقدمه السودان يعني في هذا الأمر؟ السودان حقيقة ما يهمه الآن هو يعني الآن بعد التحول الأخير يعني هو الموقف الأخير، وهو كان حقيقة موقف ليس متوقف متعلق بالقضايا الفنية التي تم التفاوض حولها، ولكن متعلق بقضايا داخلية في أثيوبيا، صراع سياسي في أثيوبيا معين، التوقيع في هذا الوقت لم يكن في صالح رئيس الوزراء أبي أحمد، وبالتالي هو طلب تأجيل يعني لموضوع التوقيع إلى بعد أغسطس بعد إجراء الانتخابات، ولكن أيضا في نفس الوقت يريد الاستمرار أيضا في ملء الخزان في يوليو المقبل، وهذا هو الذي السودان يقبل به ولا كذلك مصر تقبل به. ولكن فبالتالي الآن السودان يقول أنه يريد، يعتقد أن هناك تقدم حصل على الصعيد التفاوض الفني في واشنطن، السودان ربما بدرجة كبيرة حسب معلوماتي يعني مرتاح للناحية الفنية التي تم التوصل إليها في هذا الاتفاق، ولكن في نفس الوقت يعني الاتفاق فقط يبدو الأمر وكأنه يعني انحياز لطرف ضد آخر ربما يفسد مجمل العملية، وبالتالي هو قد يساعد الآن في حث الأطراف إلى العودة مرة أخرى إلى التفاوض إلى انطلاقها من حيث بدت، بحيث أن تتوفر الظروف الموضوعية التي توفر. ما هي دي بقى المشكلة؟ العودة إلى التفاوض وإلى نقطة البداية، هذا ما يخشاه كثير من المصريين. دكتور خيري،
البعض ليس البداية، السودان يتحدث البناء على ما تم. اسمح لي دكتور خيري، البعض يرى انه اثيوبيا تشتري الوقت، تهدر الوقت في مفاوضات وتعود للمفاوضات وتوسط الولايات المتحدة ثم تعود لطلب الاتحاد الافريقي ثم تدخل السودان. البعض يرى ان هذا مضيعة للوقت وهي ماضية في طريقها لما تراه فيما يتعلق بسد النهضة بصرف النظر عن الاحتجاجات والاعتراضات المصرية. نعم، يعني إذا ما رجعنا الاتفاق الإطاري يلاحظ أن الأثيوبيا لم تلتزم بالبرنامج الفني أو تنتظر تقرير المراكز الفنية، وهذا هو نقطة الخلل الرئيسية. يعني كيف نطمئن أو تطمئن الدول الثلاث على السودان ومصر على الأقل في أن صلاحية السد للتخزين أو لفتحات التصرف أو للمتانة الفنية هي آمنة وهي حدود الأمان بالنسبة لها، وهل هذه السياسات لا تسبب ضررا جسيما أو ضررا ملموسا للدولتين المصاف؟ هذه الأمور كلها غير واضحة، وبالتالي أن استمرار أثيوبيا في سياسة البناء أو في تطلعها لمسألة التخزين في السنوات في الشهور القادمة، يعني هي مسألة تفاوضية لم تحسمها حتى الآن، لكنها في ذات الوقت تشير إلى أن هناك مشكلة في السياسة الأثيوبية، فإنها تأخذ خطا منفردا، وبالتالي أن استمرار المفاوضات بين واشنطن وإدخال جنوب أفريقيا أو الدبلوماسية العامة التي أجرتها مع دول حوض النيل في الشهرين الماضيين، فبالتالي هنا يمكن القول أن ما يحدث هو عملية يعني تفويت للوقت دون طائل معين أو دون حد معين. وبالتالي إذا ما استطاعت السودان ومصر وأثيوبيا أن تصل إلى مفاوضات جادة ووجود التزامات متبادلة بين الأطراف الثلاثة، هنا يمكن الحديث عن الإمكانية الوصول إلى وضع جدي. وبالتالي إذا كان أبي أحمد يريد تأجيله لحد حتى أغسطس، فأن المسألة هنا ليست عاجلة بالنسبة لأثيوبيا، وخصوصا أن الزراعات المطرية في أثيوبيا تغطي أو الزراعة في أثيوبيا تعتمد بنسبة 85% على الزراعة المطرية والزراعة النهرية، وبالتالي حالة العجلة ليست مبررة. وأيضا بالنسبة للسودان هناك اللي هي تتوقع في وضع انتقالي في الفترة الحالية، وبالتالي ليس هناك مجلس تشريعي وهناك مسألة إدارة حركة انتقالية، فهل ما سوف تتوصل إليه من اتفاقات هل سيكون يكتسب الحجية الدولية أو المجالس المنتخبة لاحقا سوف تراجع هذه الاتفاقات؟ وبالتالي إذا أنت أشرت لنقط مهمة جدا جدا دكتور خيري، وهي علامات الاستفهام أحيانا اللي بتوضح حوالين العجلة وأسباب العجلة والإصرار على تنفيذ السد بهذه السرعة. خلينا نروح مرة تانية للأستاذ خالد التجاني، لأنه ده جزء مهم في الموضوع. يعني فجأة مثلا إثيوبيا قبل أيام أعلنت عن تقليل توربينات السد علشان تكون 4800 ميجا وات، وده ممكن يحققه سد صغير مش سد بالحجم والضخامة اللي معمول بيها سد النهضة اللي هو بيعتبر سد لتوليد الكهرباء. كمان كان في مقال في بلومبرج بيقترح على الاتحاد الأوروبي أنه يقدم حوافز مادية لإثيوبيا مقابل إطالة أمد فترة الملء، وأيضا تقديم حوافز لمصر لترشيد استخدام المياه والاستفادة القصوى من المياه، وبالتالي الأمور تتحل. من وجهة نظرك هذا النوع من الوساطات ممكن يؤدي لإيه؟ أو من الأفكار؟ أنا في تقديري أن حقيقة ما يسبب الآن يعني هذا التعسر هو المسكوت عنه في التفاوض، فيما يعني أتكلم هنا عن الجوانب السياسية والحسابات السياسية لكل من الحكومات الثلاثة الداخلية. موضوع السد يعني تم يعني أصبح موضوع مشاعر وطنية عالية سواء كان في مصر أو في أثيوبيا وكذلك بالنسبة للسودان، وأصبح أيضا مرتبط بحسابات الحكومات في هذه الدول الثلاث، وكذلك هناك متعلق أيضا بالمعادلات والتوازنات الجيوستراتيجية في هذه المنطقة. الآن كل هذا النقاش أو الجدل يدور حول قضايا فنية متعلقة بموضوع يعني فترة ملء السد وكذلك عملية التشغيل وغيره. فكما علمت أنا حقيقة من مصادر مطلعة أنه حدث تقدم كبير جدا في الجوانب الفنية، ولكن عند الاقتراب من هذه النقطة نقطة النهاية هي أفرزت يعني تعقيدات سياسية لا سيما في أثيوبيا بالتحديد، يعني مقبل على انتخابات أساسية بالنسبة لأبي أحمد، وهو هذه انتخابات مفصلية
الدولية بالنسبة له في ظل عملية الحشد العاطفي الكبير جدا في أثيوبيا، سينظر لأي موقف باعتباره أنه هو يعني هزيمة للروح الوطنية الأثيوبية، وبالتالي أصبح هو أمام ضغط سياسي. لذلك يعني لا أرى الآن هناك مخاطبة لهذا الجانب في هذه المعادلة. فإذا لم يكن هناك مخاطبة لهذا الجانب، سيكون هناك الهروب إلى العملية الفنية المتعلقة بالقضايا الأخرى. لذلك ما لم يتم يعني معالجة هذه القضية بصورة أساسية والحديث عنها بوضوح، بحيث أن يكون هناك يعني النوع من التحقيق ربما يعني المصالح يعني بالنسبة لأبي أحمد، يعني مساعدته في العبور هذه الفترة الخاصة، أنه يعني واجه يعني معارضه من داخل القوميه. هو ده بيت القصيد زي ما بيتقال، معقده ومتعلقه بحسابات طرحته ده، هو انه الثلاث دول بيبقوا قاعدين يتفاوضوا على مسائل فنيه، في حين ان مش دي اصلا مصادر الخلاف، وكل والدول الثلاثه عارفه انه في يعني اسباب سياسيه هي اللي بتعرقل الاتفاق، مش الاسباب المطروحه على الطاوله. بالتاكيد. طب ازاي ممكن يتم تجاوز ده بقى؟ بالتاكيد هي كذلك في تقدير هذه المدرسه. نعم، ما هذا إذن يجب أن يكون هناك تفاوض ونقاش حول هذه القضايا. طبعا في لحظة من اللحظات تم الانتقال من النقاش الفني إلى إدخال رؤساء الوزراء الخارجية وكذلك وزراء الأمن في الدول الثلاث، وكانت هذه محاولة أيضا لإعطاء بعد يعني سياسي لهذا التفاوض. ولكن أيضا في هذا الإطار الدبلوماسي الأمني فقط ليست كافية، هناك أيضا حاجة لمخاطبة الأجندة السياسية وبكل وضوح لهذه الأطراف الثلاثة. وبالتالي في تقديري في هذه المرحلة يمكن أن يتوفر إطار سياسي يحقق للحكومات الثلاثة لكل واحدة منها يعني ما تطمح إليه من مصالح، وفي نفس الوقت أن يكون هناك إطار لعملية التعاون، لأنه الإطار الأساسي جدا بالنسبة في هذه المنطقة لا يمكن لأي طرف أن يحقق مصالحه على حساب الطرف الآخر. الواضح جدا أن المعادلة القائمة الوين سيتويشن لكل الأطراف هو الذي، لكن هذا يحتاج إلى إرادة سياسية، وهذه الإرادة السياسية لا يتوفر إلا إذا كانت القيادات في الدول الثلاث هي نعم مستندة، لأن هي اللي فيها الحل، القرار السياسي وليس القرار الفني. شكرا جزيلا من الخرطوم الأستاذ خالد جاني، رئيس تحرير صحيفة إلاف السودانية. شكرا أيضا للدكتور خيري عمر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سقارية، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية. أيضا الشكر الموصول لكم دائما وأبدا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. انتهت حلقة اليوم من بتوقيت مصر، غدا بإذن الله حلقة جديدة، نراكم بخير.